لا يقهر أنواء البحر إلا ذو البأس الشديد، ولا يقوى على طغيان الموج إلا من يملكون إرادة من حديد. هم الجحيم الآتي واللهيب العاتي، تلك نيرانهم تدب الرعب في قلوب أعدائهم. ماضيهم وحاضرهم ملاحم من نور في حماية مياه مصر الإقليمية وتأمين السواحل المصرية على طول المحاور والاتجاهات الاستراتيجية. فاستحقوا أن يلقبوا بفرسان البحار. تحتفل القوات البحرية بعيدها 55، والذي يوافق يوم 21 من أكتوبر عام 1967، ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية، حيث أكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في 6 أكتوبر عام 1973. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية. إن المجد الذي تحقق يوم 21 من شهر أكتوبر عام 67 كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في 6 أكتوبر عام 73، ولأنه كان يوما مجيدا فقد اتخذناه عيدا لقواتنا البحرية العريقة، وإنه لمن دواعي الشرف أن يتزامن هذا الاحتفال مع أعياد نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها بتوفيق الله عز وجل وبقوة وعزيمة الرجال. كما أشار إلى أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تبخل بأي جهد في دعم وتطوير قواتنا البحرية. واليوم أصبحنا بفضل الله نمتلك ما لم نكن نمتلكه بالأمس، فالقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تبخل بأي جهد في دعم وتطوير قواتنا البحرية. لقد تم دعم البنية التحتية بتطوير وتحديث وإنشاء العديد من القواعد البحرية بما يتناسب مع المقاييس العالمية في المجال البحري ومطالب العمليات البحرية، بهدف العمل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في آن واحد وبقدرات قتالية عالية، مما جعل القوات البحرية قادرة على تأمين مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي. وفي مجال التسليح تم دعم القوات البحرية بالعديد من الوحدات الحديثة بهدف زيادة قدراتنا القتالية وبما يتناسب مع مطالب تأمين وحماية الثروات البحرية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك تعظيم قدراتنا في مجابهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة. كما أتوجه بالشكر العميق للقيادة السياسية الحكيمة التي أولت اهتماماً كبيراً لبناء قوة بحرية متطورة، كما أن القوات البحرية تتقدم بوافر الشكر والعرفان للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الغير محدود والمتابعة المستمرة وتذليل جميع الصعاب في سبيل وصول القوات البحرية إلى القدرة على تحقيق مهامها في مجال التدريب والتسليح. واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتوجيه التهنئة للضباط وضباط الصف وجنود القوات البحرية بعيدهم المجيد. أما أتوجه لأبناء ضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية بالتهنئة بعيدهم المجيد وكل الشكر على ما يقدموه لوطنهم المفدى من جهد وعرق في سبيل طمأنة شعب مصر العظيم بأن لديه قوات بحرية بها رجال أشداء عيونهم ساهرة تحرس في سبيل الله. وفي يوم عيد قواتنا البحرية المجيد نجدد العهد لله وللوطن على أن نبذل كل جهد للحفاظ على ما نمتلكه من قدرات وأن نستمر في تطويرها وتحديثها بما يضمن الاستعداد الدائم لإنجاز ما نكلف به من مهام في سبيل أمن مصر وحماية مكتسباتها، متوكلين على الله عز وجل
ومعتمدين على عزيمة رجال قواتنا البحرية الباسلة